بصراحة أنا قررت إني أتزوج. نحن جايين لحتى نطلب إيد بنتكم. قبل ما يلاقي شغل ما بعطي بنتي. نحن بنرجع منخبرك. ارتباطنا انتهى. أنا ما قدرت أتزوج البنت اللي بحبها بس لأنه ما معي مصاري. بس تذكر إنه أنت ما عملت ولا شيء مشاني. راح تكون هي أول وآخر سرقة بنك بحياتي. نعطف والدي في الأوقات التالية على زي أفلام.